كيف تعرف النجاح؟ إنه سهل. هل قدمت كل ما لديك؟ إذا نظرت في المرآة، هل يمكنك أن تصارح نفسك وتقول أنك قد قدمت كل ما لديك؟ إذا أردت أن تلمع مثل الألماس، عليك أن تصقل مثل الألماس. النسخة التي أنت عليها اليوم ليست نسختك الأفضل. إذا كنت تعتقد أن الشخص الذي أنت عليه الآن سيأخذك إلى المستوى التالي، إلى مستوى الاحتراف، عذرا، فأنت مخطئ. إذا كنت تريد سماع النقد البناء، إذا كنت تريد أن تتطور إلى الاحترافية، إذا كنت مستعدا لأن ترتقي وتتعلم اليوم أكثر مما تعلمته الأمس، عندها فقط ستصل إلى المستوى التالي. لكن نسختك الحالية لن تأخذك أبدا إلى ذلك المستوى. ابذل جهدك وقدم كل ما لديك، لا تكذب على نفسك. المحترف وصل إلى مستوى الاحتراف لأنه لم يترك شيئا على الطاولة، إنه يقول لنفسه الحقيقة. وعندما يصعب الأمر وتهزمه الحياة في معركة ما، لا يستسلم ويستمر في القتال، لأنه يعلم أن خسارة معركة لا تعني أبدا خسارة الحرب. وبعد انتهاء الحرب ينظر للخلف بكل فخر، لأنه تذكر تلك اللحظات الصعبة التي مر بها، تلك اللحظات التي استسلم فيها الجميع لكنه استمر، تلك اللحظات التي رفض فيها قبول الهزيمة. ولتتقسم الإلهام مع من حولك، شارك الفيديو مع أصدقائك وعائلتك.